السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ماذا بانتظار المقاطعين لتحديث بيانات التموينية الإلكترونية؟ التجارة تجيب عن ذلك. كشفت وزارة التجارة عن الإجراءات بحق المقاطعين عن تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية بعد انتهاء مدة التحديث. قال المتحدث باسم الوزارة مثنى جبار إنه كان المخطط لإنجاز تحديد بيانات عوائل جانب الكرخ من بغداد ألا يتعدى 75 يوم، لكن تم تمديد المدة استجابة للمناشدات إلى 45 يوم لتنتهي يوم 7 تشرين الأول المقبل. ووضح أن جانب الكرخ فيه 875 ألف عائلة، أنجز تحديث منها 650 ألف عائلة، والمتبقي متوقع منه بحدود 80 إلى 100 ألف عائلة من المسافرين. وعن الآلية بعد انتهاء موعد 7 تشرين الأول، بيّن أنه في حال قررت الوزارة اعتماد البيانات الجديدة، أن العوائل التي لم تحدث بطاقاتها التموينية لن تحصل على سلات غذائية في القطاعات المقبلة. وأضاف لكن ليس على سبيل الحجب الدائم، بل حجب مؤقت لغرض التأكد من وجود العوائل داخل العراق، وسيتم بعدها اطلاق سلاتهم من جديد بمجرد تحديث بياناتهم. اكد ان المواطن لن يخسر اي سلة، فهي مؤمنة وسوف يتم تعويض ما فاته، فلا توجد خسارة ولا عقوبة ولا غرامة، وانما الهدف من البرنامج هو شطب العوائل الوهمية والمكررة والمسافرة والمتوفين غير المسجلين. وتابع بعد يوم 7 تشرين الأول سيتم الابقاء على قاعدة واحدة في معرض بغداد الدولي لاستقبال العوائل المتأخرة عن تحديث بياناتها. واشار المتحدث باسم وزارة التجارة الى ان العمل بهذا البرنامج تم في هوك والنجف وكربلاء والسماوة وبغداد جانب الكرخ وكركوك، وكانت نسبة التحديث في هذه المحافظات عالية تخطت حاجز 95%، وبعد الانتهاء من هذه المحافظات سيتم الانطلاق إلى المحافظات الأخرى. إكمال الربط الشبكي بين العمل والتجارة لشمول الأسر المستفيدة بالسلة الغذائية. كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إكمال الربط الشبكي مع الأسر في وزارة التجارة لشمول الأسر المستفيدة بالسلة الغذائية الإضافية، فيما أشار إلى أن عدد الأسر مشمولة منذ كانون الثاني لغاية أيلول الحالي تجاوز 6 مليون فرد. وذكرت الوزارة في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماع حضره رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي مع وكيل وزارة التجارة ستار الجابري وعدد من الملاكات المختصة في تكنولوجيا المعلومات. وقال الموسوي بحسب البيان أن مجموعة السلات الغذائية التي جهزت في شهر كانون الثاني لغاية آب الماضي بعد مقاطعة بيانات المستفيدين من قبل هيئة الحماية الاجتماعية بلغ أكثر من 41 مليون سلة غذائية، ومعدل 5,216,557 سلة غذائية خلال الشهر حسب بيانات وزارة التجارة. وأضاف أن هيئة الحماية الاجتماعية أنجزت تحديث بيانات أكثر من 60,000 أسرة وإلحاقهم ببيانات الحماية الاجتماعية يتسنى لها تجهيزهم بالسلة الغذائية. إذا تم تجهيز العوائل بمواد السلة الغذائية الإضافية السكر، الشاي، زيت الطعام، حليب الكبار، الطحين الصفر. وبين الموسوي أن الربط الشبكي يتيح إمكانية نقل وتبادل المعلومات بصورة آمنة ومقاطعة البيانات وتنظيمها لوصول السلة الغذائية لجميع الأفراد المشمولين بالإعانة الاجتماعية، موضحا أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجيه الوزير والمنهاج الحكومي لدعم شريحة الفقراء والمشمولين بالحماية الاجتماعية.